وزيرك وزارة بيها اي جمهوريه الصومالي لان مدان محمد موسى ديريه ايا سو غاري ودنكا جيبوتي كديب عصومد وكهلي دغيس وزيرك بيها بيرها اي ودنكا جيبوتي محمد عواله وحانا مركي سو غاري ودنكا جيبوتي وزيرك كوسو دوويي وزيرك بيها اي ودنكا جيبوتي وحانا كلان كاري كو هيرينايي سفيرك الصومالي لان أفضل يودن كجبوتي أمباستور عبد الفتاح سعيد أحمد وسيرك وزارة بيها جمهورية الصومالي لان يوفتك وهجامين يو أيا وحي صاكر ميران صارن دين دين ورشدة بيها معان كصفين سبضة لجهر قرين يو ديجان كدور عليه وغيرك كحكت عاصمة كجبوتي وحنا مركي يسوق قارين قبط عصير لجهر قرية ورشدة بيها معان كصفين سبضة كسود ويا إنشنارة iyagu gacanta ku haya dhismaha warshadaasi oo gabagabo ku dhow waxana la soo tusay qaybaha ay ka kooban tahay iyo sida ay biyaha badda uga soo saarto biyahana looga macaaneeyo sidoo kale wasiirka biyaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland inta uu ku sugan yahay wadanka Djibouti ayaa waxay heshiis dhinaca biyaha ah kala saxiixan doonaan wasiirka wasaaradda biyaha ee wadanka Djibouti wuxuuna sidoo kale la kulmi doonaa mas'uuliyiin kale oo ka mid ah xukuumadda Djibouti